السلام عليكم، حياكم الله في قناة الوكار، معاكم محمود فيصل. اليوم معانا طريقة إعادة ضبط الخدمة في سيارات بنتلي جي تي من 2014 لغاية 2018. طريقة سهلة كتير، بس خليكم معانا وبتعرفوها. أهلا وسهلا في الجميع. في طريقتين لإعادة ضبط الخدمة في سيارات بنتلي. أول طريقة هي الكلاسيكية القديمة، بتيجي هان على الستارت بدون بريك، بتضغط وبتضغط على زر تريب، هذا المهم تكون ضاغط عليهم مع بعض الاثنين نفس الوقت لمدة 10-15 ثانية بالكثير، بيطلع لك سيرفيس ريسيت، بتضغط على الستيرنج على كلمة اوكي، بتضغط اوكي بتروح من عندك وبتبرمج اوريدي ل 20,000 لقدام، كل سيرفيس ل 20,000. الطريقة الثانية هي انك تضغط على زر المنيو، تمك ضاغط اوكي، بعدين بتنزل تحت بالفار اللي هان، تنزل بتنزل. طبعا بتقدر تعدل اشياء كتير، اللايتس، الوقت، الديت، هذه اشياء عادية. تنزل للسيرفيس تضغط عليها انفورميشن. الحين هاي السيارة عاملة سيرفيس اوريدي، يعني هاي بعطيك معلومات انه بعد 14500 كيلومتر او 303 ايام تقدر تبدل الزيت، لكن اذا انت سيارتك محتاج صيانة حيطلع لك تحت ريسيت سيرفيس، تضغط برضو نفس الشيء على اوكي اوكي، بعدين تطفي السيارة بتشغلها بيروح من عندك التنبيه. عرفت كيف؟ واذا عجبتكم حلقة اليوم بتمنى انكم تعطونا لايك واشتراك في القناة. اهلا وسهلا في الجميع.